نتكلم عن اللهجات المختلفة، أنتي بتتقني اللهجات المختلفة؟ أنا بحب جدا أغني خليجي، بحب أغني بصراحة مغربي مش قوي، بس يعني عندي تحدي مع نفسي إني أغني حاجة مغربي وحاجة عراقي إن شاء الله. إن شاء الله. أنتي غنيتي بالهيروغليفي صح؟ المحطة دي مهمة جدا، وافتتاح طريق الكباش، ويعني أنشودة حتشبسوت، ظهورك أنا حقيقي شخصيا مع إني يعني كنت من المشاهدين وكنت فخورة جدا بالحدث، لكن ظهورك أنت تحديدا كان خاطف الكاميرا زي ما بيقولوا. تحضيرك لهذا الحدث الضخم كان إزاي؟ يعني الحمد لله يا رب، هي فعلا من أحلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي الفنية لما غنيت في طريق الكباش. طبعا أنا الحمد لله قبل كده غنيت أكتر من مرة قدام سيادة الرئيس وفي احتفاليات كتير ويعني حاجات بالضبط يعني كده ندوات مختفية، بس مشاركتي في افتتاح طريق الكباش كانت مختلفة كليا، لأني ما طلعتش غنيت أغنية عادية ومشيت. أنا غنيت أغنية باللغة المصرية القديمة. كنت بمثل الملكة حتشبسوت، وهي رمز كبير جدا جدا طبعا في يعني الفراعنة وفي المعبد نفسه. يعني أنا حتى بعد ما خلصت كنت بقول لأصحابي، أنا وأنا ماشية في الشارع بعد الافتتاح كنت طول الوقت ماشية فاردة كتفي ورافعة دقني ولسه متقمصة الإحساس، يعني إحساس لا يوصف. كانت المشاركة ازاي؟ عايز اعرف المايسترو الكبير نادر عباسي هو الحقيقة اللي اقترح عليا الموضوع، وهو اللي رشح اسمي، وانا ممتنة ليه جدا جدا ان هو رشح اسمي في حدث كبير زي ده. كلمني بعد ما بعت لي الانشودة، قال لي هايدي اسمعي وغني لي حتة. فانا يعني سوري سمعت الاغنية يعني قلت هو بعتها غلط ولا ايه؟ انا هايدي اللي بغني عادي يعني. ايوه. قال لا، انت عندك امكانيات في صوتك انت ما تعرفيهاش. ورحت معاه الاستوديو وانا نفسي صعقت، يعني لقيت نفسي بغني غنى وبغني من اول من طبقات. لا طبعا مش من اول تيك، بس هو يوم واحد يعني يوم كنت رايحه بعمل معاه بروفات، فاخدنا ده يعني في يوم واحد كله، بس طبعا على مدار حوالي 4-5 ساعات. والمايسترو يعني مش اي حاجه بتعجبه، يعني طبعا هو اصلا متخصص في الاوبرالي، هو اصلا بيغني اوبرالي. فقال لي انت هايله، هو دايما دي كلمته اللي يقول لي انت هايله. انا فعلا بوجه ليه كل الشكر، وان شاء الله كده اقدر ان انا اشارك في حاجات زي دي تاني، لان فعلا الفنان بيحس بان هو متقدر وبيحس بقيمته الفنيه لما بيشارك في احتفاليات ضخمه زي دي.